بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 106. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب مخالفة الكفار في أعيادهم، عقد فصلا لما دل على ذلك من الإجماع والآثار، تقدم معنا طرف من ذلك. قال رحمه الله: أما الإجماع والآثار فمن وجوه، أحدها ما قدمت التنبيه عليه من أن اليهود والنصارى والمجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم، والمقتضي لبعض ما يفعلونه قائم في كثير من النفوس، ثم لم يكن على عهد السابقين من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك، فلولا قيام المانع في نفوس الأمة كراهة ونهيا عن ذلك، وإلا لوقع ذلك كثيرا، إذ الفعل مع وجود مقتضيه وعدم منافيه واقع لا محالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. سبق في آخر الحلقة الماضية أن الشيخ رحمه الله انتهى من ذكر أدلة الكتاب وأدلة السنة على تحريم مشابهة الكفار في أعيادهم ومشاركتهم فيها، ثم انتقل إلى ذكر الدليل الثالث وهو الإجماع، إجماع العلماء على منع مشابهة الكفار عموما وفي أعيادهم خصوصا. وذكر تقرير هذا الإجماع ما وقع من حال المسلمين من أن اليهود والنصارى والمجوس كانوا يعيشون بينهم في بلاد المسلمين بالعهد، ويدفعون الجزية ويستوطنون بلاد المسلمين، لكن بدفع الجزية والخضوع للإسلام، خضوع لأحكام الدين وأحكام الشريعة الإسلامية حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. ومن جملة ما يفعلونه أعيادهم، كانوا يفعلونها في مواسمها في بلاد المسلمين، لأن هذا مما يقتضيه العهد الذي بينهم وبين المسلمين، أنهم يقرون على دينهم بشرط ألا يظهروه. فمن ذلك الأعياد كانوا يزاولونها في مواسمها، لكن فيما بينهم، ولا يظهرونها بين المسلمين. ووجه الإجماع الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن المسلمين كانوا ممتنعين عن مشاركتهم طيلة العهود والسنين، مع أنهم يقيمونها، ومع ما في النفوس أو كثير من النفوس من الميل إلى بعض الأمور التي يفعلونها من شهواتهم و لهوهم وأكلهم ولعبهم، ومع هذا كان المسلمون ممتنعين من مشاركتهم. فهذا إجماع من المسلمين على عدم التشبه بالكفار في أعيادهم. نعم. قال: والمقتضي واقع، فعلم وجود المانع، والمانع هنا هو الدين، فعلم أن الدين دين الإسلام هو المانع من الموافقة وهو المطلوب. نعم. ما ترك المسلمون مشاركة اليهود والنصارى والمجوس في أعيادهم التي يقيمونها وهي بين أظهرهم وقريبة منهم
منعهم من ذلك إلا الدين، وهو الشرع المطهر، وهذا هو المطلوب. نعم. قال الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام. نعم، ذكر الوجه الأول من وجوه الإجماع، وهو ما ذكرناه من امتناع المسلمين من مشاركتهم في أعيادهم تلقائيا، فالمسلمون يتركون هذا تلقائيا لأنهم يعلمون أن دينهم يمنعهم من ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما سبق من ذكر شروط عمر على المعاهدين على الذميين، أنهم لا يظهرون شيئا من شعائر دينهم بين المسلمين، فدل هذا على أن المسلمين يمنعونهم من إظهار شعائر دينهم ومنها الأعياد. نعم. وسموا أي ما منعوا الثاني أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عنه التي اتفقت عليها الصحابة وسائر الفقهاء بعدهم أن أهل الذمة من أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام، وسموا الشعانين والباعوث. فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها، فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ نعم، هذا هو الوجه الثاني من وجوه الإجماع، وهو ما جاء في شروط عمر على أهل الذمة التي أقرها المسلمون وأجمعوا عليها وعملوا بها، ومنها أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم وشعائر دينهم في بلاد المسلمين، وما ذلك إلا لأن أنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيها، إذ لو كانت مشاركتهم فيها جائزة لم يمنعوا من إظهارها. فالحكمة والعلة في منع إظهارهم لها هو أنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيها. نعم. قال فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أوليس فعل المسلم لها أشد من فعل الكافر لها مظهرا لها؟ إذا كانوا لا يحرم إظهارهم لشعائرهم في بلاد المسلمين، فكيف يجوز للمسلمين أن يشاركوهم فيها؟ هذا وجه الدلالة. لو كان للمسلمين أن يشاركوهم فيها لم يمنعوا من إظهارها. نعم. قال وذلك أن إنما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد. نعم. إما لأنها معصية أو شعار المعصية، وعلى التقديرين فالمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية. نعم، فأعياد الكفار لا تخلو إما أن تكون معصية في ذاتها. نعم. أو ليست معصية في ذاتها ولكنها شعار، يعني علامة على المعصية، وكلاهما محرم، المعصية وشعار المعصية. نعم. ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلها، فكيف وفيها من الشر ما سننبه على بعضه؟ ومن الفساد في الذي ينشأ من مشاركة الكفار في أعيادهم أن المسلمين إذا شاركوهم فيها شجعوهم عليها وقووهم على فعلها، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، فهذا مما يدل على أن المسلمين لا يشاركون الكفار في أعيادهم ولو كانت تفعل بين ظهرانيهم. نعم. الثالث ما تقدم من رواية أبي الشيخ الأصبهاني عن عطاء بن يسار هكذا رأيته ولعله ابن دينار قال: قال عمر: إياكم ورطانة الأعاجم وأن تدخل على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. نعم، الوجه الثالث من وجوه الإجماع على مخالفة الكفار أن عمر رضي الله عنه نهى عن رطانة الأعاجم، ونهى عن الدخول عليهم في أعيادهم. رطانة الأعاجم التكلم بلغتهم، فالرطانة هي اللغة غير العربية من سائر اللغات، كلها تسمى رطانة الأعاجم، يعني لغات الأعاجم. فالعربي المسلم العربي يعتز بعربيته ولغته ولا يأخذ لغة غيرها، لأن اللغة شعار الأمم، لا شك،
كل أمة شعارها لغتها، ولا تعرف الأمة إلا بلغتها، هل هي عربية أو أعجمية أو فارسية أو رومية أو غير ذلك، فهي شعار الأمم. فاللغة العربية هي أشرف اللغات، لأن الله أنزل بها القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي لغة الدين الإسلامي، فهي لغة عظيمة ولغة فصيحة ومليحة، فلا يجوز استبدالها بلغة أعجمية أو لغة غير عربية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك فبقدر الحاجة كما يأتي. أما أن يتخذها المسلم لغة له من باب الإرادة لها والإعجاب بها والافتخار بها، فهذا خلاف الفطرة وخلاف الدين وخلاف العقل أيضا. كيف يتحول من لغة شريفة لغة الكتاب والسنة إلى لغة الأعاجم التي هي من خصائصهم؟ فلا يجوز للمسلم أن يتكلم الرطانة إلا عند الحاجة وبقدر الحاجة أيضا. هذه ناحية. الناحية فنحن ممنوعون من التشبه بهم في لغتهم، والثاني دخول عليهم في أعيادهم، في أمكنة أعيادهم، وهذا هو المقصود الآن. هذه الناحية الثانية هي المقصودة الآن. بودي يا شيخ، أنا الله يحفظك، قبل تبدأ بالثانية، أشرت من قبل في الحلقة السالفة أنه يعاني المسلمون من جهل في دينه. أذكر أن حينما يطرح المتحدثون والمقترحون لغات غير العربية، قلما يواجه أن مسألة دين وأن التزام العربية دين، بل من شدة الجهل والانتكاس يردد على الناس أنه من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، فتساق الأمة إلى أنه تعلم الأعجميات من اللغات دين والدين أوصى به. قلما نجد أنه يقول عمر منع منه ونهى عنه، وأن الدين يدعو الإلزام العربية، مثل ما أشرته من قبل أنه فيه نعم من يعاني، أما نعم ضعف إيمان ولا ضعف ولا جهلا بالإيمان. نعم، الدعوة الآن قائمة على قدم وساق إلى تعلم اللغات الأجنبية في بلاد المسلمين ولنشأ المسلمين. نعم. لا لشيء إلا لمحبة هذه اللغة الأجنبية وعشقها وزعم أنها اللغة الراقية والمتقدمة، هكذا. وهذا يرجع إلى أحد أمرين في المسلمين: إما لجهلهم بدينهم وهذه مصيبة، وإما لضعف إيمانهم وهذه أشد، أو لكون من يتكلمون بهذا ويدعون إليه ليس فيهم إيمان وإنما هم من أهل النفاق، فإذا سنحت لهم الفرصة صرحوا بنفاقهم. فالواجب العكس، أننا ندعو إلى تعلم اللغة العربية ونشجع من يتعلمها ونركز عليها في مناهجنا وننهى عن تعلم لغة الأعاجم، وإذا اضطررنا إلى تعلمها فليكن هذا بقدر، لا يكون على صفة عامة وفي المناهج، وإنما يكون له قسم مخصص لدراسة هذه اللغة بقدر الضرورة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الناس بتعلم لغة الفرس أو تعلم لغة الروم في عهده صلى الله عليه وسلم، وإنما خصص لها رجلا واحدا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، أمره أن يتعلم اللغة السريانية ولغة اليهود، لأجل أن يترجم له الكتب التي تأتي إليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على الحاجة. نعم، نقول المسلمون بحاجة إلى أن يتعلموا لغتهم، أو يتعلم بعضهم أن يتعلم من تقوم به الحاجة، أحد منهم من 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 تنسد بل تنسد به الحاجة، أن يخصصوا من يتعلم هذه اللغات ويجعل لها مركزا أو قسما خاصا. أما أنها تزاحم اللغة العربية أو تقدم عليها ويرهق بها أبناء المسلمين وتجعل لها الحصص الكاملة ويبخس حق العربية،
فهذا من المغالطة ومن التجاهل لهذه اللغة العربية، لغة الدين ولغة الإسلام ولغة القرآن ولغة السنة، هذا من التجاهل والعقوق لها أيضا، وهذا مما يجعل اللغة تختفي، لغة العرب تختفي، وبالأخير لا يعرف معنى القرآن ولا معنى السنة، وسيأتي جيل لا يعرف معنى الكتاب والسنة إذ استمر الحال على هذا الأمر. إضعاف اللغة العربية، إضعاف مناهج اللغة العربية وتقوية مناهج اللغة الأجنبية، هذا سيقضي على اللغة العربية. كان المسلمون الأوائل كما يأتي على العكس، كانوا يجبرون الأعاجم على أنهم يتعلمون اللغة العربية، بل إن الأعاجم هم الذين يرغبون هذا ويقدمون عليه، فتعلموا اللغة العربية ونبغوا فيها وصار منهم الأئمة في اللغة العربية. انظر إلى سيبويه، إلى فلان، إلى فلان من الأعاجم الذين صاروا أئمة في اللغة العربية وألفوا فيها، دل على أن اللغة العربية هي اللغة الأم وهي اللغة السائدة وهي اللغة التي ينبغي أن تكون هي المقدمة. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن عمر رضي الله عنه: إياكم ولطانة العاجم وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم. نعم، هذا هو المقصود كما ذكرنا من السياق في هذا الباب. نعم. الدخول عليهم في كنائسهم يعني وقت أعيادهم، فإن هذا من تشجيعهم ومن إقرارهم على ما هم عليه، وربما يتسرب هذا إلى المسلمين فإن خدعوا بأعيادهم ويريدون أن يحاكوهم ويشابهوهم فيها. نعم، فهذا من باب سد الذرائع. نعم. وروى البيهقي بإسناد صحيح في باب كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم عن سفيان الثوري عن ثور بن يزيد عن عطاء بن دينار قال: قال عمر رضي الله عنه: لا تعلموا لطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. نعم، لا تعلموا لطانة الأعاجم يعني لا تعلموها بوجه عام، أما تعلمها بوجه خاص بقدر الحاجة فلا بأس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل في كنائسهم، والكنائس محل عبادتهم، محل عبادتهم، ولا تشاركوهم في، نعم، ولا تدخلوا عليهم في كنائسهم يوم عيدهم. فهذا هو محل الشاهد، يوم عيدهم، ألا ندخل الأمكنة، ألا ندخل الأمكنة التي يقيمون فيها أعيادهم ونجلس على الكراسي والكنبات نتفرج معهم ونجيب دعوتهم. المشكلة أنهم يدعون بعض المسلمين للحضور ويتشرف المدعو من المسلمين بهذه الدعوة ويذهب ويجلس ويتفرج على أعيادهم، وهذا منهي عنه، وهذا من مشاركتهم. والله جل وعلا كما سبق أن ذكره الشيخ في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور قال لا يحضرون أعياد الكفار، لا يحضرونها، مجرد حضور، وهؤلاء يتشرفون بالدعوة ويذهبون ويجلسون في الحفل، فهذا من الجهل بالدين أو عدم المبالاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وبالإسناد عن الثوري عن عوف عن الوليد أو أبي الوليد عن عبد الله بن عمرو قال: من بنى ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. هذا الأثر عظيم، من بنى بأرض الأعاجم يعني استقر وسكن فيها، وهذا فيه النهي عن الاستيطان في بلاد الكفر والأمر بالهجرة التي أمر الله جل وعلا بها، لأنه إذا استوطن بلادهم سرت عليه ديانتهم ودخل تحت نظامهم وصار تابعا لهم. والمصيبة أيضا أن أولاده ينشأون في بلاد الكفار ويتعلمون ما عليه الكفار فينشأون نشأة سيئة، فعلى المسلم أن لا يستوطن ببلاد الكفار مهما استطاع إلا عند العجز عن الهجرة، فإنه يستوطن بقدر ما تزول الضرورة ثم يهاجر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض،
قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض ويجد مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الحاصل أن المسلم لا يستوطن في بلاد الكفار إلا مضطرا وبقدر الضرورة، ومهما أمكنه الانطلاق والهجرة إلى بلاد المسلمين فإن هذا واجب عليه كواجب الجهاد، لأن الله قرن الهجرة مع الجهاد في كثير من الآيات، فرارا بالدين وفرارا بالأهل والذرية من بلاد الكفار. الناحية الثانية، إذا نطق بلغتهم ورطن رطانتهم فهذه أيضا سيئة أخرى، أن يترك اللغة العربية ويتحول من عربي إلى أعجمي. الثالثة، يصنع نيروزهم ومهرجانهم، يعني يشاركهم في أعيادهم، هذا محل الشاهد، شاركهم في أعيادهم، وسيفعل هذا مضطرا إذا بقي عندهم، فلا بد أن يشاركهم في نيروزهم ومهرجانهم، ولو تمنع لحصل عليه أذى منهم لأنهم يتغلبون عليه، فيصنع نيروزهم ومهرجانهم، يعني يشاركهم في عيدهم. العقوبة أنه يحشر يوم القيامة معهم، يحشر يوم القيامة معهم، وهذا ظاهره أنه يكفر ويحشر مع الكفار، وهذا وعيد شديد. وإن كان لا يكفر لكن هذا وعيد شديد وخطر عظيم. نعم، أحسن عليكم. هذا أيضا مرتبط بما أشرتم إليه، أنه يعاني المسلمون من ضعف الإيمان أو الجهل بالإيمان. نعم. طيب الآن اسمح لنا نواجه شيخ بعض الأسئلة ترد في أخطار بعض المسلمين في بلاد الغربة. نحمد الحمد لله في بلاد الحرمين في خير وسعة وإيمان وشعائر الإسلام ظاهرة، لكن هناك بلاد المسلمين نفر أهلها منها إلى بلاد الكفر ليمارسوا شعائر دينهم، هل لهم حكم خاص؟ ثم يقولون نحن نوجد في جماعات مسلمة يعني أقل كثيرة، يعني يسمونها الأقلية في بلاد الغرب، يجدون حرية دينية، قد لا يتيسر له يصلي في بلده نعوذ بالله، ثم يصلي في أوروبا أو في أمريكا، وهو عازم على الرحيل إن شاء الله، يتمنى أي فرصة. ولا شك أن الفرار بالدين واجب، هذا أمر واجب. أين يفر؟ يفر إلى بلاد المسلمين إذا أمكن. نعم. إذا لم يكن هناك بلاد مسلمين، إذا لم يكن هناك بلاد مسلمين أو ما استطاع الوصول إليها، أو كان فيه بلاد مسلمين لكن تغلب عليها حكام من على نمط الكفار. نعم. وينفذون برامج الكفار. نعم. ويعتنقون المبادئ الهدامة كحال كثير من الناس اليوم، فهذا يهاجر إلى أقل البلاد ضررا، أقل البلاد ضررا. فإذا وجد بلدا كافرا أقل ضرر من البلد الذي هو فيه فإنه يهاجر، كما هاجر المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أرض الحبشة، لأنه ليس للمسلمين دار هجرة في ذاك الوقت، فهم ذهبوا لدفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، ذهبوا إلى بلاد الحبشة بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فمثل هؤلاء ينطبق على الأقليات الإسلامية في بلاد الغربة، لأن بلادهم لفظتهم ولا يستطيعون أن يقيموا شعائر دينهم فيها، فهؤلاء قد يكون لهم عذر، قد يكون لهم عذر، لكن بشرط أن لا يذوبوا في الكفر، لا يذوبوا مع الكفار، بل يتمسكون بدينهم ويظهرون دينهم ويتمسكون به، وأن تكون إقامتهم محدودة إلى أن تزول الضرورة ثم يرجعون إلى بلاد المسلمين. نعم. الظهار الشعائر الحقيقة النسبي، هو المسلمون والغاضب منهم يغضب ويقول أنهم ذابوا، بينما في المقابل نفس الوقت الكفار غاضبون من المسلمون، يقولون أنهم لا ينصهرون في المجتمع الغربي، تأتيهم طوائف من كثير من الملل والنحل فتنصهر في المجتمعات الغربية، لكن المسلمين متمنعون. هذا من أضرار الإقامة في بلاد الكفار،
وأن المسلمين حتى لو أقاموا شعائر دينهم وأخذوا حريتهم الدينية فإنه في يوم من الأيام يأتي من يرغمهم على التحول من دينهم إلى دين الكفار، كما يحاولون الآن في الأقليات الإسلامية، وأن تندمج مع الكفار وأن تخترع لها إسلاما على رغبة الكفار، إسلاما على مرغبة الكفار، هو اسمه إسلام لكنه على رغبة الكفار ونظام الكفار. فهذا هو الخطر في الإقامة في بلاد الكفار. نعم، لكن الواجب على المسلم أن يحافظ على دينه وتربص أي فرصة يخرج إلى البلاد المسلمة. نعم هو هذا. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وروى أي البيهقي بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال: قال لي ابن أبي مريم أنبأنا نافع بن يزيد سمع سلمان ابن أبي زينب وعمر ابن الحارث سمع سعيد ابن سلمة سمع أبان سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وإذا سمحت لنا شيخ ندع شرحكم جزاك الله خير لهذا النص في اللقاء القادم لنهاية الوقت كما أشار زميلنا، جزاكم الله خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شكر الله لشيخنا الشيخ صالح فوزان الفوزان ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.